وعبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور جهاد، تصدر محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تصدر اليوم قرارا تاريخيا في القضية المقامة ضد إسرائيل والمتهمة فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ما الذي ينتظره العالم اليوم ضد إسرائيل من قرارات؟ يعني بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن ما سيصدر اليوم عن محكمة العدل الدولية بما يتعلق بضرورة اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وفقا لما قدمته دولة جنوب أفريقيا في الدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية. ونحن ندرك جيدا بأن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية دولية تتبع للأمم المتحدة، والتي هي تم اللجوء إليها في حال أي خلاف ما بين دولتين أو حتى في محاولة تفسير أي نصوص متعلقة بأي اتفاقية أو معاهدة، وحتى في حال نقد أي معاهدة من قبل أي طرف من الأطراف في ظل هذه الموقعة عليه. ولذلك عندما ذهبت جنوب أفريقيا باتجاه ضرورة أن يكون أو ترفع قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، هي استندت إلى ما نص عليه النظام الخاص بجريمة الإبادة الجماعية والتي موقع عليها دولة الاحتلال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تسمح للدول باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالما التزمت إسرائيل ووقفت مع محكمة العدل الدولية وقدمت مرافعتها، هناك نص المادة 59 في نظام محكمة العدل الدولية الذي يتحدث بأن على الدول التي تقبل بأن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية أن تلتزم بما يصدر عن المحكمة من قرار. ولكن نحن ندرك بأن دولة الاحتلال لن تلتزم بأي قرار سيصدر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك أعتقد بأن الأمور ستذهب باتجاه مجلس الأمن وفقا لنص المادة 41 والمادة 42 من نظام محكمة العدل الدولية الذي يدعو المحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن بقرار أو بقرارات ما يتعلق بالتدابير الاحترازية. ولمسنا ذلك في القضية التي رفعت من محكمة العدل الدولية في سياق الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي صدر تدابير احترازية بعد 8 أيام وتم اللجوء إلى مجلس الأمن. وقبلها كانت قضية جامبيا ضد ميانمار بخصوص مسلمي الروهينجا الذين تمت عمليات قتل من قوات ميانمار. هذا الأمر الذي دفع لاتخاذ تدابير احترازية واصدر مجلس الأمن قرارا في هذا السياق. لذلك نحن ننتظر أن ما سيصدر عن المحكمة من قرار متعلق بالتدابير الاحترازية. أما حول الحكم النهائي المتعلق بقضية الإبادة الجماعية، هل إسرائيل ستدان بجريمة الإبادة الجماعية؟ هذا الأمر الذي سيحتاج إلى عام أو عامين إلى أقصى حد للنظر أمام المحكمة فيما يتعلق بهذه القضايا. ولكن الذي سيصدر اليوم هو متعلق بكيفية وقف العمليات العسكرية بالتدابير التسعة التي طلبتها جنوب أفريقيا في مذكرتها أو في دعواها التي رفعتها أمام المحكمة، والتي تطلب وقف العمليات العسكرية، إدخال المساعدات، وقف الجريمة التي ترتكب، الحصار، عمليات التجويع، ضرورة أن الحفاظ على الشواهد التي تثبت حجم هذه الجريمة أو الواقع الخاص بهذه الجريمة. هذه التدابير الاحترازية والتي ننتظر بأن يكون هناك أن تلجأ المحكمة أو قضاة المحكمة إلى ضميرهم الإنساني وإلى أخلاقهم وإلى القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، بعيدا عن الانتماءات السياسية لهذه الدول. لأن ندرك بأن 15 قاضي هم مشكلين من مجموعة كبيرة من الدول، بالإضافة إلى القاضيين الذين تم تعيينهم، أحدهما من جنوب أفريقيا والآخر من دولة الاحتلال، ليكون هناك 17 قاضي. والذين نأمل ونتمنى أن يغلب الضمير الإنساني ويغلب حقوق الإنسان، وأن توقف الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من خلال إصدار هذا القرار، والذي نأمل أن يكون هناك موقفا حقيقيا من قبل مجلس الأمن الدولي في هذا السياق لاتخاذ قرار بما يتعلق، وعدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو في هذا السياق. لأن استخدام حق النقد الفيتو هو عبارة عن انتهاك لكل المواثيق
الدولية وحتى للقيم التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيجعلها بأن تذهب أو أن تكون في حالة من العزلة أمام موقف الإرادة أو الجماعة الدولية، ولكن لا يأس في العمل أو مواصلة الحراك القانوني في هذا السياق، بل يتم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا الأعضاء الموقعين على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لاتخاذ مواقف بحق دولة الاحتلال إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بما يتعلق بما أصدرته من قرارات متعلقة باتخاذ تدابير احترازية. نعم، وصول الأمور إلى باحات محكمة العدل الدولية والتي تتولى بدورها الفصل بين الدول في النزاعات، هل هو اعتراف دولي بوجود دولة فلسطينية مستقلة؟ يعني أولا دولة فلسطين اكتسبت العضوية بصفة مراقب منذ عام 2012 في القرار رقم 19 على 67 ل 2012، واعترفت بدولة فلسطين حتى اللحظة 140 دولة من أصل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمعنى أن فلسطين أصبحت دولة وحتى ولم تكتمل العضوية. هناك عبر التاريخ وجدنا العديد من الدول كانت بصفة مراقب من المملكة السويسرية وغيرها، ومن ثم بعد فترة زمنية استطاعت أن تكون عضوة كاملة العضوية. ولذلك فلسطين بعد اعتراف الأمم المتحدة بها كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة والإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين، وهو اللجنة التنفيذية هي حكومة فلسطين، كما يعني أن هناك اعترافا. ولذلك على أثر ذلك تم انضمام فلسطين لأكثر من 117 معاهدة واتفاقية دولية بشكل كامل. هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين استطاعت من خلالها أن تكون أو أن تقف في هذه المواجهة لجلب إسرائيل إلى الأروقة الدولية وإلى المحاكم الدولية، واستطاعت فلسطين أن توقع على هذه الاتفاقات بما فيها اتفاقيات جنيف الأربعة بما فيها المعاهدات والاتفاقيات والانضمام إلى منظمة اليونسكو، الانتربول، المحكمة الجنائية الدولية، بما يعني أن المجتمع الدولي بأسره يعترف بالدولة الفلسطينية طالما قبل بأن تكون هي عضو بصفة مراقب، وستكتمل العضوية بشكل كامل أجلا أم عاجلا، خاصة في ظل منادات أصبح المجتمع الدولي بأسره ينادي بفكرة حل الدولتين، وهذا يتطلب اعترافا بالدولة الفلسطينية. ولذلك عندما يتم الحديث عن أمام محكمة العدل الدولية عن أن هناك شعبا تنتهك حقوقه، هناك شعبا يتعرض للاضطهاد ويتعرض للإبادة، إذن هناك حقوق لهذا الشعب، مما يتطلب إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستعمار القائم على الأراضي الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال. ولذلك هناك قيمة قانونية وقيمة معنوية وسياسية لمثول دولة الاحتلال أمام المحكمة محكمة العدل الدولية. وقبل ذلك كانت هناك الفتوى التي صدرت عام 2004 المتعلقة بجدار الفصل العنصري، وقدم في نهاية العام الماضي طلبا استشاريا للمحكمة لإصدار فتوى حول طبيعة هذا الاحتلال والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مما يجعل أو مما يؤكد على أن أصبح هناك قناعة لدى المجتمع الدولي بكافة الدول بأن هناك شعبا فلسطينيا وبأن هناك دولة فلسطينية، ومن حق هذا الشعب أن يعيش كبقية شعوب الأرض ليتمتع بحقوقه المشروعة، سواء حقه بتقرير مصيره. ولذلك عندما صوتت الجمعية العامة على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف من حق تقرير المصير، صوتت 173 دولة فقط، التي لم تعترض سوى دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية وأربعة دول غير مذكورة على الخارطة الدولية. أي بمعنى أن هناك إقرارا من قبل المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، وبأن يكون له دولته المستقلة وحقوقه غير قابلة للتصرف، وبأن كل ممارسات الاحتلال واعتداءاته على ما يجري بأراضي عام 67 هي إجراءات غير مشروعة وغير معترف بها دوليا. نعم، برأيك هل لائحة الاتهامات المقدمة إلى هيئة المحلفين بمحكمة العدل الدولية كافية لإثبات التهم الخاصة بالإبادة الجماعية أو لاقتراف إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني؟ أعتقد بأن ما قدمته جنوب أفريقيا هو ملف متكامل بشكل يشتمل على كل ما تتطلبه دوافع الجريمة، سواء
من حيث ركني الجريمة سواء الركن المادي أو الركن المعنوي. والركن المادي الذي استند إلى الصور والفيديوهات الموثقة التي تقوم بها دولة الاحتلال بعملية الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ووقوع آلاف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وتدمير البنى التحتية وعملية الحصار وعملية التجويع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وبالإضافة إلى الأمراض ومنع إدخال المساعدات. كل ذلك قدمته جنوب أفريقيا وموثق بالصورة وبالصوت وبالفيديو وبكل ما يتعلق. وأما حول الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي في هذه الجريمة الذي هو من الصعب إثباته، لكن استطاعت جنوب أفريقيا التدليل على هذا الأمر من خلال التصريحات التي صدرت عن الوزراء الإسرائيليين وعن قادة دولة الاحتلال، منهم من دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني وعباده، منهم من دعا إلى تهجير بشكل كامل، ومنهم من دعا إلى قتل الشعب الفلسطيني، ومنهم من دعا إلى ترحيله. أي بمعنى هناك كافة هذه المواقف والتسجيلات الصوتية التي عرضت، ومنهم من دعا إلى فرض حصار جماعي، خاصة وزير الحرب الإسرائيلي الذي قال بمنع الوقود وبمنع الكهرباء وبمنع الغذاء وبمنع الدواء. أي بمعنى كل دلائل الجريمة هي ثابتة، لأن هؤلاء الذين تحدثوا بهذه الدعوات هم من يقود العمل العسكري وهم من يقود الحكومة الإسرائيلية. بمعنى أن الركن المادي المعنوي الجريمة ثابتة. لذلك أعتقد بأن كل ما قدمته جنوب أفريقيا هو حقيقي وهو ملامس للجريمة بشكل أركانها مكتملة الأركان، ولا يستطيع أي قاضي حقيقي أو قاضي يتمتع بالإنسانية أو بالضمير الإنساني أو بالقيم القانونية أو بالمواثيق الدولية إلا وأن يحكم بأن هناك جريمة إبادة جماعية قد ارتكبت. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.